اهلا بكم ابنائي الاعزاء طلاب الصف الاول اعدادي. النهارده ان شاء الله يونت 3 ارثمتيك مين. ده واحد من ميرز اوف سنترال تندنسي او مقاييس النزعه المركزيه. نشوف اول مين بنحسبه ازاي. ارثمتيك مين اوف ا سيت اوف فاليوز ايكوال sum of these values over number of these values. ايه يعني values؟ مجموعة من الاعداد. عندي مجموعة من الاعداد عايز its mean. بجيبه ازاي؟ بعمل sum of these values over number of these values. هنفهم من المثال اللي بعد. هنا بقول example 1. if the number of studying hours daily of student is 6 days are عدد الساعات اللي بيذاكرها طالب في 6 ايام. What is the arithmetic mean? Arithmetic mean معناها متوسط of number of studying hours daily of this student. اقول the mean equal sum of values. values اللي عندي يبقى 6 plus 5 plus 6 plus 4 plus 7 plus 2. هذه values اللي عندي. طب عددهم كام؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى divided by 6 اللي هو عددهم. اجمع دول مع بعض. 6 plus 5 11 11 plus 6 17 17 plus 4 21 21 plus 7 28 28 plus 2 30 30 over 6 equal 5 5 mean hours. يعني الطالب ده معدل مذاكرته يوميا او متوسط مذاكرته يوميا 5 hours. درس سهل خالص بسيط. ادي اجابة السؤال اللي احنا قلناه. هنا بيقول لي from the previous example notice the following number of studying hours of these students spend daily during the 6 days is not constant. هو طبعا ما كانش ثابت عدد الساعات اللي بيذاكرها كل يوم. in other words changes from a day to another and its total number during the 6 days is 30 hours. مجموع عدد مذاكرته في الاسبوع في الست ايام دول كان 30 hour. This student can preserve the total number of studying hours during the 6 days 30 hours where he spent it in a constant way daily which is 5 hours every day. لو هو كان مظبط مواعيده انه كل يوم يذاكر عدد متساوي من الساعات فهيذاكر 5 ساعات في اليوم. هم نفسهم مجموع ايه عدد الساعات اللي ذاكرها في الفتره اللي هو في الاعداد اللي كان مديها الاول. يبقى the arithmetic mean of a set of values is the value of if it repeated each value of the set of the value. The sum of the new values equals the sum of the original value. طبعا ايه الست ايام كان بيذاكر كل يوم فيهم 5 ساعات. لو انا جمعت find the arithmetic mean ده سؤال ده try by yourself تحله طبعا خلال دقيقتين وترجع تقول لي اجابتك ايه. حلينا. طب نشوف مع بعض السؤال بتاعنا هيتحل ازاي. زمين طب هنكتب الرول الاول sum of values over number of values وبعد كده اكتب 3 plus 8 plus 11 plus 4 plus 9 over دول عددهم ايه 3 plus 8 11 11 plus 11 22 22 plus 4 26 plus 9 يبقى 35 over 5 35 over 5 equal 7. يبقى الارثماتيك مين للنمبرز دول 7. هنا the arithmetic mean of the values
if the arithmetic mean of the values 5 و x 5 و 7 و x و 9 is 6. ده الارثماتيك مين 6 ده هو الارثماتيك مين. خلي بالكم هنا مديني الارثماتيك مين وده مديني الفاليوز منهم واحده اكس والارثماتيك مين 6. عايز المين دلوقتي هو عايز اكس ايكوال ايه. احنا قلنا ذا مين الرول بتاعنا ذا مين ايكوال ايه سم اوف فاليوز اوفر نمبر اوف فاليوز. شوف مع بعض مين عندي اللي هو 6 sum of values اللي هو 5 plus 7 plus x plus 9 طب دول عددهم كام 4 يبقى كده 5 plus 7 plus 9 دول اجمع الاعداد دي مع بعض 5 plus 7 12 12 plus, plus 9 21 يبقى x plus 21 equal وهنا بنعمل cross multiplication equal 4 times 6 equal a 24 يبقى x كده equal 24 minus 21 equal 3 يبقى value of x key. If the arithmetic mean of the values 2a و a plus 3 و 3a minus 2 و 11 minus a is 3 and 3 is 13 يعني برضو الارثماتيك مين 13 فهو عايز value of a نفس الطريقة اللي احنا قلناها من شوية يبقى 13 equal a الفاليوز اللي عندي اركز في الفاليوز عددهم كام ادي 1 2 3 4 5 يبقى عددهم 5 بعد كده اكتب البلس بتاعهم 2a بلس a بلس 3 بلس 2a minus 2 بلس 11 minus a بلس 3 هنا 2a plus a 3a 3a plus 5a 5a minus a يبقى 4a اكتب الاعداد 3 minus 2 1 plus 11 plus 12 12 plus 3 15 يبقى 4a plus 15 equal 5 times a اعتبر دي كان over 1 بعمل cross multiplication يبقى 4a plus 15 times 1 equal 5 times 13 5 times 13 equal a 65 يبقى 4a equal 65 minus 15 يبقى equal 50 يبقى a هتبقى 50 divided by 4 equal a 12.5 وادي حل السؤال بتاعنا في حاجة غلط كتبناها ماشي نرجع لها تاني احنا اكيد كتبنا هنا 3a هنا ممكن يكون غلط نكتبها تاني قلنا mean equal 13 equal نركز 2a plus a plus 3 plus 3a minus 2 plus 11 minus a plus 3 over طبعا قلنا a 5 2 3 4 5 2a plus a 3a 3a plus 3a المرة اللي فاتت كنا كاتبينها a 3a plus 3a 6a 6a minus a يبقى 5a وهنا 3 minus 2 1 plus 11 12 12 plus 3 15 5a plus 15 equal a 65 يبقى 5a equal 65 minus 15 equal 50 يبقى a equal 50 divided by 5 equal 10 تمام كده حلنا ايه زي ما هو مدينا الإجابة هنا A equal 5 وكده يكون حلنا صح ومظبوط. السؤال اللي بعده try by yourself if the arithmetic mean of the values اللي هم دول حد 7 equal 4 عايز قيمة مين value of k يلا كده نحل ومعكم 3 دقايق ترجع لي تشوف إجابتك صح ولا غلط. حلينا طب نشوف مع بعض mean
the mean equal a sum of values اللي هم k plus 3k plus 5 plus 7 over 4 طبعا كل ده equal mean المين عندنا قلنا equal a 4 يبقى k plus 3k تبقى 4k plus 5 plus 7 equal 12 equal 4 times 4 هتكون a 16 بنعمل cross multiplication يبقى 4k equal 16 minus 12 4k equal 4 يبقى k equal 4 divided by 4 equal a equal 1 السؤال اللي بعده بيقول لي find the arithmetic mean of two numbers 5 and 8 then represent the three numbers on the number line what do you notice هنشوف ال arithmetic mean لل two numbers 5 and 8 يبقى the mean equal 5 plus 8 over 2 5 plus 8 equal 13 over 2 equal 6.5 هنعمل represent the numbers دي on the number line ادي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ادي 5 اهو وادي 8 اهو و6 and 5.5 في المكان ده احنا ملاحظين ايه ملاحظين ان 6.5 موجوده فين في الميدل بين 5 and 8 نفس المسافه دي في الميدل بين 5 او ميد بوينت اوف بين 5 and 8 ادي الاجابه شوف السؤال بعد كده بيقول generally the number that lies at the middle of the distance between two numbers is the number which represent the arithmetic mean of the two numbers يعني لو انا عايز النمبر اللي في النص بين عددين بشوف الارثمتيك مين ليهم نشوف هنا بيقول لي سؤال على الموضوع ده بيقول لي find the rational number that lies at the middle of the distance between the two numbers عايز العدد اللي في النص بين العددين دول انا عندي 1 over 6 و 5 over 6 يبقى هعملهم ايه ذا مين المين هنا هيكون ازاي خلي بالك بيبقى sum of two numbers يبقى 1 over 6 plus 5 over 6 divided by شوف انا عملتها بشكل مختلف divided by مين 2 عددهم دول مع بعض 1 over 6 plus 5 over 6 equal 6 over 6 او بمعنى 1 يبقى times ال 2 هتبقى ايه half كده هتبقى 3 over 6 by 2 equal 1 divided by 2 equal 3 تبقى 3 over 6 3 over 6 دي هي نفسها ايه half يبقى العدد اللي في النص بينهم اللي هو ايه half ده السؤال ده كان try by yourself بس انا اللي حليت يلا معلش نشوف السؤال اللي بعده كده درسنا خلص على فكره يعني مفيش حاجه تاني بعد كده شكرا ليكم والى اللقاء في درس قادم ان شاء الله